نروح لتقرير قبل المباراه النهارده مع الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان والكابتن نور عطيه في ملعب المباراه، وترجعوا لنا مره ثانيه. بس اسلم على صديقي كابتن خالد العوضي، ده اولا يعني النجم ده النجم كابتن خالد العوضي، فتحياتنا للكابتن خالد ولقناه النادي الاهلي، دايما منورين النادي يعني. لكن انا مش عايز اختزل بصراحه الموقف في لجنه الشباب، لان شغل حلو قوي، لان كل دول اولا هم اولاد النادي، هم شباب النادي، سواء هم داخل اللجنة أو خارج اللجنة، لأن كل دول ولاد النادي الأهلي بيشتغلوا منتهى الحب. مش قادر أقول لك إحنا حرمناهم من، مش إحنا حرمناهم يعني، لكن للأسف ظروف البروفات و ما يدروش يروحوا ماتش اللي فات شبيبة الثورة في اسكندرية، كانوا متواجدين هنا في النادي لغاية 6 الصبح على فكرة، بروفات على أعلى مستوى، والحمد لله خرج الافتتاح بشكل لائق جدا، الحمد لله يعني، الحمد لله. واو، حاجة واو. كان حاجة كلاسي، كان حاجة إليت، بسيطة، سيمبل، عكست كثير قوي من المعاني على فكرة على أرض صالة الأمير عبد الله الفيصل. أتمنى إن إحنا إن شاء الله نكون دايماً عند حسن الظن بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي. بتراهن دايماً على اللجان عندك، وما شاء الله اللجان أنا بهرني يعني، ما فيش لجنة من اللجان بتأثر. بنحتاجها، بيقدموا كل ما عليها وبيعملوا حاجات فوق الوصف كمان يعني. اللجان بتعمل لهم ايه؟ مش فاهم، قول لي. لا والله الحمد لله، هو بس فضل من الله يعني، احنا في الاول وفي الاخر احنا اعضاء في النادي الاهلي يعني، فمجرد انك انت بتوصل لهم رساله ان، وهم اكيد موجوده جواهم، ان خدمه اعضاء النادي الاهلي دي رساله مقدسه. الدكتور محمد سراج طلب مني قبل البطوله بحوالي 4 أيام أو 5 أيام ان احنا نقعد مع بعض، فقعدنا واتكلمنا في الحضور في الصاله بين اعضاء النادي، فعملنا اجتماع كده مصغر مع لجنه المراه والطفل والشباب، وزعنا حوالي 1500 كتيب في الافرع المختلفه الخاصه بالبطوله. بدانا نتواصل مع الاعضاء، تواصلنا مع جمعيه بهيه كمال، ان هي كان عندنا ايفنت قريب قوي معاهم، فانضموا كراعي خيري، وفي نفس الوقت على فكره في 50 من محاربات بهيه بيجوا يحضروا معانا الماتشات. النادي الاهلي مشكور، ومجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب بنوفر لهم باص عشان ينقلهم من مركز بهيه، دور مجتمعي لابد ان احنا نشوفها. بص، هي منظومه كامله بتتحرك ما بين الجانب الاجتماعي والجانب الرياضي، وكلنا بنكمل بعض، وفي الاخر ده النادي الاهلي العظيم يعني. ويبقى الاهلي فوق الجميع. ويبقى الاهلي فوق الجميع ان شاء الله، وتكلل الجهود بالفوزنا ان شاء الله بالبطوله يا رب باذن الله. شكرا. وتمنياتنا لبطوله الرجال ايضا.